إلى المغرب العربي، إلى بيت هذا الرجل الحسن أوريد. وحسن هو مفكر وروائي وأكاديمي يدرس العلوم السياسية، والقادم من الريف الأمازيغي إلى المدرسة المولوية ليزامل ولي العهد محمد السادس قبل توليه الملك. اهتم حسن أوريد بالتاريخ، وتحدث باسم الديوان الملكي، وشغل مناصب عديدة رسمية ودبلوماسية جعلته يعلم خفايا الإدارة والحكم، وأفادته في تأملاته وأبحاثه وأعماله. وفي النهاية، حسن أوريد هو مفكر وروائي شغله سؤال الأندلس وسؤال الحداثة ومستقبل البلاد. ولعل السؤال الأول كان كما العادة هو سؤال تلك الحقبة التراجيدية من تاريخ العرب. أنا أميز بين زمنين، الزمن السياسي وأعتقد بأنه ظاهر للعيان لأي كان، والزمن التاريخي لكي نحكم على الأشياء بتأني. أعتقد بأنه من الصعب أن نحكم بنظرة موضوعية، لكن من حيث المنظور أو منظور الزمن السياسي ووضع كابي، تمزق، فرقة، يعني دول فاشلة، ليس هناك مشروع، بل يمكن القول بأن يعني مخالب التدخل والاستعمار الجديد أخذت يعني تتهدد العالم العربي، وهذا مأساوي. يعني أستشهد هنا بواحد من كبار المفكرين غسان تويني في كتاب كتبه باللغة الفرنسية، قرن من أجل لا شيء، أن سيكل بوغيان. يعني بدأ العالم العربي بآمال عريضة وانتهى إلى وضع مأساوي. العالم العربي يعني والرؤية التي كان حملها فيما سمي باليقظة العربية كان واعدا، الوضع كابي. هذا فيما يخص الزمن السياسي. إذا قارنا بين هذا الوضع وأمم أخرى وتجارب أخرى، نرى بأن التاريخ ليس خطيا، هناك كبوات، ولكن استطاعت الأمم أن تخرج من وضعها الكابي من خلال تصور العالم، أو ما يسميه الألمان فيتش فاون أو فيزيون دو موند، وهذا يعتمد على الفكر. هذا عالم لم يعد ينتج فكر، بل أصبح موضع الفكر، الآخر هو الذي يفكر فيه، هو الذي يطرح التصورات، يعني إما عبر مراكز بحث أجنبية هي التي تقول بأنه ينبغي الاشتغال على تقوية القدرات أو النساء أو الأقليات إلى آخره. هو الآخر الذي يفكر في هذا العالم. أعتقد بأنه طبعا يفكر من أجل مصلحته هو، أكيد مش من أجل مصلحته أكيد لآخر. يعني حينما ننظر إلى أمم يعني كانت يعني قريبة تاريخيا، كان في بعض مؤتمر بوندون كان الحديث يجري عما كان يسمى بالقوى الثقافية الكبرى، الصين والهند والعالم العربي. نعم. الصين أصبحت نموذج ناجح، الهند خرجت من الفقر والتخلف لكي تصبح قوة اقتصادية، العالم العربي يتأرجح من وضع سيء إلى أسوأ ولا ينتج فكر. فأنا في اعتقادي لابد أن نطرح السؤال، هل العالم العربي حقيقة موضوعية؟ نحن ننطلق من شيء كما لو أنه مسلمة، أنه يكفي لأن هناك لغة رسمية، أن هناك يعني وحدة ممكنة. ما الجامع مثلا بين موريتانيا ولبنان مثلا؟ نعم. أكيد بأن هناك يعني لحمة يعني ثقافية. تقول اللغة لا تكفي لتوحد بين عامل الجغرافيا أساسي. نعم، عامل الجغرافي والمصالح الاقتصادية والتداخل الثقافي، سلوك العيش، وكما ذكرت إنتاج الفكر وإنتاج المعرفة. طبعا أنت اشتغلت كتير، إضافي طبعا للرواية نتحدث عنها بالسياق، اشتغلت وكتبت عن الإسلام السياسي كثيرا بالفرنسية والإنجليزية، وترجمت هذه الأعمال إلى العربية. كيف تقيم صعود هذه التيارات في عالمنا العربي بكل أشكالها، يعني الأشكال السياسية اللي إذا بدك استغلت فكرة الديمقراطية للوصول إلى السلطة، والمتطرفة التي ذهبت إلى الأقصى في إلغاء الآخر؟ من الأشياء التي قلتها في كتابي أن هناك
ما أسميته بالليبرالية العربية التي كانت تقول بأن الدين لله والوطن للجميع. يعني وبدأت بالأساس مع ثورة مصر في 1919، لكن كانت رؤية متقدمة. هذه الرؤية توقفت مع 67، يعني النكسة أفرزت واقعا جديدا، وصار الشعار الذي رفع آنذاك الإسلام هو الحل، بمعنى أن المحدد الأساسي هو الدين. أنا أقول بأنه نحن الآن على مشارف مرحلة أخرى. يعني حينما نرى في تجارب عديدة في تونس وفي المغرب، يعني صار هناك تمييز بين الدعوة أو توظيف الدين في السياسة وبين السياسة. يعني حزب النهضة في 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 تونس مثلا يميز بين الأمرين. نفس الشيء حدث ويحدث الآن مع حزب العدالة والتنمية. طبعا فنحن على مشارف مرحلة ثالثة. هذا هو الطرح الذي أطرحه، وهذا الطرح بناء على مسار تاريخي وعلى فشل التجربة، وعلى ما أسميته في كتابي باللغة الفرنسية مأزق إنباس، أن توظيف الدين في السياسة من أي طرف كان يفضي إلى تناقض، إلى المأزق. تماما مأزق. ربما فشل المشروع القومي أو الاستعجال، يعني في استعجال في تحريك التاريخ كما يرى البعض، بعض المفكرين، يعني حرق المراحل عبر تلك الأحزاب التي يعني جاءت بعيد الاستقلال وخطفت الجمهوريات العربية، صح القول. طبعا رفعت شعارات براقة وجميلة ومهمة كنص، ولكن في السياق وفي التجربة وعلى بالواقع أدت إلى نتائج غير مأمولة وغير مرجوة على الإطلاق، بل أسست لمآسي. وربما ما يحدث الآن في بعض الدول العربية أو في غالبيتها نتيجة تلك الكارثة اللي هي كانت ذروتها 67. هذا تحصيل حاصل. أعتقد بأنه فشل المشروع القومي بعد 67 كان بداية وإرهاص لظهور الخطاب أو خطاب الإسلام السياسي. يعني تغير المشهد الثقافي في مصر ومن ثمة في العالم العربي بعد فشل المشروع القومي. هذا تحصيل حاصل. حينما نريد أن نبني أي شيء لابد من مسح توبوغرافي. أنا أريد أن أبني بيت مثلا، لابد يعني أن أقف على الأرض، البنية الأرضية يعني، ثم لابد أن أقوم بشيء اسمه الجرد، يسمى بالفرنسي الانفنتير. الآن لابد من العملية الفكرية أن تقوم بالمسح وبالجرد. أنت حكيت أو تكلمت عن القومية العربية، في يعني مضامينها الكبرى كانت رد فعل منذ ساطع الحصري على يعني استعمار، على الطورانية أولا ثم الاستعمار ثم الحركة الصهيونية، كانت لديها مسوغات موضوعية صحيح، لكن بذات الوقت كانت فيها أخطاء كبرى. ومن هذه الأخطاء الكبرى الإجهاز على مد فكري في اعتقادي كان واعدا، وهو ما أسميه بالليبرالية العربية. هذه الليبرالية العربية هي التي أعطت يعني طه حسين، توفيق الحكيم، عمر أبو ريشة، قسطنطين زريق، يعني صار فيه نوع من تدمير ونوع من التجني على هذه الليبرالية العربية. بل إن البعض يذهب بأنه القضاء على هذه الليبرالية العربية لا يقل يعني أثرا من النكبة. النكبة ليست فقط يعني ضياع فلسطين، بل كذلك الإجهاز على هذه الليبرالية. هل هناك شيء الآن أو إنتاج فكري أحسن مما أنتجته الليبرالية العربية؟ يعني نجيب محفوظ الذي يعني حظي بتكريس عالمي هو نتاج لهذه الليبرالية. فلذلك أنا في تصوري لابد من عملية يعني المسح التوبوغرافي والجرد من أجل بناء فكر، ومن دون ذلك سيزداد الوضع يعني تدهورا. يعني تشير بشكل غير مباشر بناء الفكر، يعني التعامل مع الحداثة. أكيد. طيب العرب استفادوا من الحداثة بأبعادها أبعادها الاستهلاكية يعني، ولكن بأبعادها الثقافية لم يقتربوا منها يعني، أو هي واجهت جدار صلب اللي هو التقليد والثقافة العتيقة، اللي هي أيضا ميراث من الصعب أنه تقدر تخرقه رغم كل المحاولات الفكرية بالعالم العربي اللي اشتغلوا عليها الكثيرين، الجابري وأركون وكثر آخرين يعني. طيب إذا هذه الحداثة هي عم تصطدم
بهذا الجدار؟ إذا نحن أمام المجهول يعني. وأنا أتفق معك بأن الدولة ملازمة للحداثة، لا يمكن أن نتحدث عن الحداثة سياسيا من دون الدولة. من معايير الحداثة هي الدولة، لا يمكن أن نتحدث يعني عن الحداثة في منظومة يعني طائفية أو تمايزات يعني أي كانت عقدية أو دينية. فالدولة هي من مميزات الحداثة. طبعا الحداثة مسار ظهر بالأساس في رقعة جغرافية وهي الغرب، وعرفت تطورا طبيعيا، توازي بين البنية الفوقية والبنية التحتية مع بعض الاضطرابات الآخر، لا نريد أن نخوض في قضايا تقنية يعني. هناك أمم لم تبرز فيها الحداثة بضرورة طبيعية أو بمسار أو سيرورة طبيعية وتبنت، منها الهند، منها حتى دول بداخل الغرب. ألمانيا كانت أو بروسيا كانت متخلفة عن فرنسا وأخذت بما انتهت إليه فرنسا. روسيا مثلا وظهر ما كان يسمى بحركة الانتليجنسية. في أمم وحضارات أخرى، الصين، الهند، الآخر. فطبعا لابد من ما أسميه دفع الثمن. أنت تقتني شيء لابد أن تدفع الثمن. نحن نريد الحداثة ولكن لا نريد أن نؤدي ثمنها. الحداثة ليست الجانب المادي. لا لا. الجانب المادي هي العمل على الجانب الذهني منه الدولة. طبعا هنا لابد أن أقول شيء ومعروف يعني، أنه فيه اختلاف بين الدولة والنظام. هناك مثلا في العالم العربي أنظمة قوية، ولكن ليس معناه أن هناك دول. الدولة ليست أدوات زجرية. نعم. الدولة هي تعبير عن عقد اجتماعي بالأساس، وأعتقد بأنه نتبين الآن بأن هذا المفهوم غائب في العالم العربي. نعم. أريد فقط أن أقول شيء، وأنه لا يمكن تجاوز التناقضات التي نعرفها إلا في إطار هذا الإطار الذي يسمى الحداثة. اللغة والهوية، اللغة والقومية، اللغة والدين، أسئلة دائما تطرح عندما يتم البحث في هويات الشعوب ومصدرها ولغتها وحضاراتها. ودائما نلاحظ أن معظم المتحدرين من قوميات لها لغاتها الخاصة كالأمازيغية مثلا في المغرب العربي والسريانية في المشرق، يسعى بعضهم للاشتغال على اللغة التي حملها الآخر في تحولات التاريخ وسقوط الإمبراطوريات وصعود إمبراطوريات جديدة، وبعضهم الآخر يحرص على الحفاظ على لغة الأجداد دفاعا عن شخصيتهم وانتمائهم الحضاري. لابد أن نحدد مكانة اللغة أو تحديد اللغة بالنسبة لواحد مثلا في بلاد المغرب. أكيد حينما نتحدث عن اللغة العربية لواحد في الجزيرة العربية السعودية أو اليمن أو العراق أو سوريا، هذه لغة قومية بالأساس، ولو أنني أعرف أن هناك كذلك قوميات أخرى. بالنسبة لبلاد المغرب، لأنه بلاد المغرب أمازيغ تعربوا في الغالب. صحيح، بسبب بعدها المقدس يعني. طبعا علاقة بالدين. نعم. بالأساس عامل الدين كان حاسما. صحيح. بكل تأكيد. تغيرت الأمور بعد يعني الاستقلال إلى آخره. فبالنسبة للمغرب صار فيه توزع، واعتبر البعض بأن اللغة القومية للمغرب أو لربما حتى بالنسبة للجزائر هي اللغة العربية. من الأشياء الطريفة أنه في مؤتمر انعقد في جامعة الدول العربية يعني تكلم بنبلة وقال جو سوي زغاب، أنا عربي باللغة الفرنسية. لأن العروبة لم تكن تقترن باللغة ولكن بمشروع سياسي. هنا الخطاب القومي كان مهيمن وتم على حساب البعد الأمازيغي، كان فيه نوع من الإزراء بالأمازيغية لغة وثقافة، واعتبر البعض بأنه سيتم استيعابها أي تجاوزها، ولم تكن تدرس ولم تكن يعني تكتب إلى آخره.
تغيرت الأمور لعوامل عدة وطرحت القضية الأمازيغية بالأخص بعد سقوط حائط برلين. الذي انتهيت إليه هو أنه هناك عناصر موضوعية وراء الخطاب أو أي خطاب يوظف الهوية، وكل خطاب هوياتي ينبني على استعداء الآخر ويمكن أن ينطوي على مزالق. وانتهيت بأن الذي يجمع المجتمعات هو الإيمان بقيم مشتركة. نعم. حينما نؤمن بقيم مشتركة يمكن تجاوز الاختلافات. ليس معناه أن نقفز على الاختلافات، هي جزء من الطبيعة. نعم. اللغة العربية جزء من المغرب، هل يمكن أن نقفز على البعد الأمازيغي؟ لا، اسم أمازيغي، الطريقة التي يتكلم بها المغاربة وبنية اللغة بالصرفية تحمل هذه اللهجة، يعني تحمل مخارج الحروف، مخارج الحروف تحمل أثر اللغة الأمازيغية يعني، لكن الأهم تحمل البنية الذهنية الأمازيغية. لا. وهذه لا. أمور يمكن تجاوزها بالإيمان بقيم مشتركة. يعني خلاصة القول أنه اللغة لا تشكل وحدة يعني فكرة الأمة أو الأمة العربية أو فكرة الوحدة أو الهوية بشكل عام. نعتقد بأنه ينبغي أن نتجاوز الهوية لأنها مثل ما قلت بناء لفائدة مفهوم آخر وهو الشخصية. الشخصية هي أعمق. لكي أوضح، يعني حينما نتحدث مثلا عن مصر هناك شخصية مصرية أثيلة وعميقة، مهما كان اختلاف في الدين أو اللغة، مصر غيرت دينها غير ما مرة، مصر الفرعونية ومصر المسيحية ومصر المسلمة وفي الفاطميين كذلك، نفس الشيء بالنسبة للغة. لكن العبقرية المصرية أو الشخصية المصرية ثابتة، فلذلك الأمم يعني وما يحق على مصر يحق على بلاد المغرب، يحق على بلاد الشام، يحق على بلاد الرافي العراق، يعني عوض أن نتيه في نهاية المطاف. الهويات متطورة طبعا، مركبة. ولذلك أنا شخصيا أفضل أن نتحدث عن الشخصية لأنها العميقة، البناء الشخصية اللبنانية، الشخصية المغربية. يعني هلا العالم كله يتحدث الإنجليزية تقريبا، يعني مش العالم، مش كله شخصية إنجليزية يعني. صح، لذلك أنا أفضل طبعا مفهوم الشخصية. هذا الكتاب يعني هو رواية عن ربيع قرطبة، وتحكي عن فترة أساسية صار فيها نوع من الصدام بين الشيعة والسنة. كان الفاطميين يعني صاروا بيهددوا يعني شمال إفريقيا، فصار فيه صراع مذهبي. فهذه الرواية بتحكي عن هذا الصراع يعني السني الشيعي، لأن الناس تعتقد بأن بلاد المغرب كانت في منأى عن هذا الصراع. فقرطبة كانت تمثل يعني ما سمي أو كان يسمى بالسنة والجماعة، في حين أن الفاطميين انتقلوا من تونس أو إفريقيا إلى مصر، وأرض المغرب كانت أرض الصراع. فهذه الحكاية أو الرواية تحكي عن هذا الصراع في عهد عبد الرحمن الناصر، وهو الذي تسمى بأمير المؤمنين، أول خليفة تسمى وابن الحكم، بس هي تحكي عن الحكم. اهتم حسن أوريد في تاريخ الأندلس كفكرة وليس كرقعة كما يسميها، والتي كانت نتيجة تلاقح هويات وشعوب وانتماءات فكرية ودينية مختلفة، وليس فقط من خلال ذلك النموذج المؤطر الشعري الذي لا يقدم التجربة كاملة في ذلك البعد الحداثي الذي ميزها وجعلها رمزا في تاريخ الحضارة العربية في عصرها الذهبي. وكما نعلم أن سقوط الإمبراطوريات دائما يترك تداعيات وأصداء تدوم لسنين طويلة، كذلك كان لسقوط الأندلس تلك التداعيات والأصداء التي تولد الحسرات والحنين. كتب حسن أوريد عن هذه الحقبة والتجربة التاريخية عملين روائيين هما المريسكي وربيع قرطبة. لندع الجانب التاريخي الذي قد يمتزج بالأسطورة. أنا الذي يهمني حينما أشتغل عن الأندلس أو على الأندلس على الأصح هو رمز. الأمم تحتاج إلى رموز، مثل الطفل حينما نريد أن نعلم الطفل مثلا الكتابة
نكتب نقاط دي بونسيف مثل ما يقال باللغة الفرنسية. فبالنسبة مثلا يعني الغرب لفترة حينما خرج من ظلمات العصور الوسطى كان لابد أن يرتبط بنموذج، إن نموذج كان هو التراث اليوناني الروماني. نعم. فبالنسبة إلي أنا أوظف هذا الرمز. لماذا؟ لأنه أول شيء طبعا لم يكن زاهيا 100%، ولكن كان فيه تعايش طبعا، وكانت فيه نوع من نزوع إلى العقلانية، لأنه كان مجتمع متعدد، وكان فيه في الفئات العليا تجاوز للاختلافات العرقية والدينية على مستوى. ولذلك أنا أوظف الأندلس كرمز، الأندلس كفكرة وليست كرقعة. أنت قلت بأنه الإمبراطوريات حينما تنتهي تنتهي. الذي يهمني في الأندلس يعني استرجاع الفكرة وليس استرجاع الرقعة، وهذه أشياء ممكن أن تفيدنا، وأعتقد حتى الآخر استرجاع القيم يمكن هو هذا الذي أقول. نعم، الفكر القيم يعني اللي يسموه الإسبان لا كونفيفانسيا، أي العيش المشترك، احترام الآخر، العقلانية. ربما هذا اللي دفعك أن تكتب. أنا درست على شخصيات كانت مشبعة بالتراث الأندلسي، لأن أغلب هؤلاء الأساتذة كانوا يتحدرون من أصول يعني أندلسية. ولكن الذي كان يهمني هو نموذج حمله جاك بيرك وبعض من عالم الاجتماع الفرنسي فرنسي، ما أسماه بالأندلس المتجددة، أنه بلاد المغرب، مغرب جزائر تونس، يمكن أن تكون استعادة وتلاقي للشرق والغرب. وكان هناك يعني جهابذة، شارل بيلا الذي اشتغل على الجاحظ، ليفي بروفنسال، واعتبروا بأنه يمكن يعني أن نصوغ أو نبني أندلس جديدة. طبعا أنت ترى هذه الأندلس التي يتحدث عنها جاك بيرك وليفي بروفنسال وغيرهم ليست مقتصرة على اللغة العربية فقط أو على بعد ديني فقط. ولذلك أنا بالنسبة إلي يعني لا يمكن أن أقصر الأندلس على الملل والنحل لابن حزم والشعر ابن زيدون فقط، لابد كذلك أن أقف عند الأطراف الأخرى التي لا نقف عندها حينما نتحدث عن الأندلس. ونتابع هذا اللقاء مع حسن أوريد في حلقة ثانية لنتعرف أكثر على مسار حياته وأعماله التي نوع فيها ما بين البحث الأكاديمي وكتابة الفكر السياسي والرواية، انطلاقا من استحضار أمكنة تاريخية كالأندلس مثلا أو شخصيات كان لها التأثير العميق في الوجدان العربي كالمتنبي.